انا مشكلتي بس ان انا متجوزه من 4 سنين ومعايا ولد. من اول ما اتجوزت كان في طبعا مشاكل محاناه كتير، لدرجه ان هي تاني يوم كرشتني من البيت. تاني يوم؟ تاني يوم الجواز، تاني يوم الجواز. يا ساتر. المهم يعني انا فوجئت فيما بعد ان هي ما كانتش موافقه على الجوازه وكده يعني، وزوجي هو يعني اللي قال لنا بعد كده، قال يعني ان هي ما كانتش موافقه على الجواز. استمرت في مشاكل كتير وبهدله منها وكده. والاول كان زوجي شويه يبقى معاها وشويه يبقى معايا، يعني كان انا ما كنتش شايفه ان هو ما يزعق معاها دي حاجه غلط. ايوه. بس كانت قاعده تقول له انت عشان ترضيني لازم تطلقها وكده. وبعد كده اتقلبت بقى الايه خالص، يعني زوجي رفضني ورفض ابنه، واستمرنا في مشاكل كتير لدرجه ان انا كنت بروح اغضب عند اهلي ل7 شهور. وكان يقول لي اهم حاجه عندي امي واخواتي، عشان هي كانت بتقعد تقول لي انت هموت وانا غضبانه عليك. يا ساتر يا رب. الوضع ايه دلوقتي يا ام حمزه؟ ايوه حاليا انا في البيت وهو سايبنا بقاله 4 شهور، يعني بيبقى قاعد مع مامته بس بيجيب لنا الطلبات وخلاص، وشايف ان هو كده بيرضي مامته. طب انت ما حاولتيش تسترضيها، تقوليها طب انا ضايقتك في ايه، انا زعلتك في ايه؟ طب والله انا يعني كلمتها كتير في الموضوع ده، يعني حتى نزلت من ورا زوجي ان انا اكلمها واعرف. قالت لها، قالت لي انت عمرك ما هتدخلي قلبي، ولا انا راضيه عن الجوازه، ولا يعني قافله مني حياتي خالص. طب وانت ذنبك وحاليا ايه؟ هي يعني نفسها تاخد الولد ابني وزوجي وخلاص كده يعني، وانا مش مهم. يعني طيب، وهو جوزك بينه وبينك بيقول لك بس عشان ماما وانا دلوقتي حاليا هو يعني بقى لنا 4 شهور يعتبر ما فيش غير عايزه ايه اجيبه لك وخلاص على كده، لكن العيشه والاقامه الكامله تعتبر مع ماما. طيب انا عايزه اعرف من الشيخ، يعني انا بصراحه جيت على نفسي كتير وقلت عشان خاطر ابني وعشان خاطر البيت، بس انا تعبت نفسيا. طبعا انا عايزه اعرف الوضع ده، يعني 4 شهور يعتبر متجوزه ومش متجوزه، ايوه ده حلال حرام، اعمل ايه؟ انا مش عارف. طيب يا ام حمزه، طيب ام حمزه متجوزه من 4 سنين ومعاها ولد وحماتها رفضها خالص من تاني يوم، تعمل ايه؟ وبقالها 4 شهور مرميه وجوزها قال لها امي امي. ممكن نديها من دلوقتي تدي جوزها مهله تاني 4 شهور وتقول له انت معاك 4 شهور تحسن فيهم الوضع بتاعك، تحل مشكلتك مع والدتك، تشوف لنا مكان تسكن معانا، تبات عندي، ما فيش حاجه تروح، يعني تبقى بيني وبين والدتك ما فيش مشكله، بس المهم انك انت لازم تحل الحقوق الشرعيه والحقوق الادبيه. لازم تبقى انت محافظ على الحقين دول، اصل القصه مش قصه فلوس، هو بيجيب لهم الاكل والشرب والعادي، بس مش هو ده الموضوع. انما هو لازم الام مش قبلاه. لا ما هو خلاص، هي الام خلاص لن تقبل النهارده ولا بكره بعد 10 سنين خلاص بتبقى قفلت الموضوع، فهي لن تقبل. فهو مش مطلوب منه هو يرفض امه او انه يعقها ولا حاجه، لكن المطلوب منه في خلال مده قدرها 4 شهور او 3 شهور او ما يتحدد بقى اقصى مده 4 شهور، انه يقنع امه بزوجته او انه يكمل مع زوجته، او لو امه ما اقتنعتش وخلاص هو مش قادر يدي لزوجته حقها، يبقى في الحاله دي لابد ان تطلق لازم تطلق وتاخد طريقها.